السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. النهار ان شاء الله غادي نقدم واحد الموضوع اللي مهم ومهم بزاف لغالبية ديال المربين والناس اللي عندهم يعني دراية بهذا الامر. خصهم في الحقيقة، هي كنصيحة، هذا الفيديو كنصيحة، وهو هل تربية الارانب مشروع يحتاج الى رأس المال او طريقة في التربية. يعني الناس اللي عندهم رأس المال، يعني مثلا كيديروا التجارة ديال مثلا الشياه ولا ديال الدواجين، ولا هذا المشروع هذا ديال الأرانب، واش كيحتاج يعني غير رأس المال؟ يعني شحال من واحد عنده الفلوس وكيقول أنا عندي الفلوس ندخل وندير واحد المشروع وندخل دخلة كبيرة ديال نشري واحد 10 أمهات وواحد 5 ذكورة ونخدم ونشري لي كاج، عندي الفلوس. واش هاد الطريقة صحيحة ولا لا؟ على حسب التجربة ديالي، في الحقيقة هاد الطريقة ماشي صالحة. علاش؟ لأن الأرانب ملي كتجيبهم من عند شي واحد واجدين، أول ما كتكونش عندك الخبرة في الأول، ثانيا هادوك الأرانب واش يقدروا يوالموا هذيك المنطقة اللي جبتيهم فيها انت؟ يعني شريتيهم واحد المنطقة وجبتيهم واحد المنطقة، كيكون مبدل عليهم الجو، كيكون مبدل عليهم المناعة. مثلا واحد كان دايرهم في واحد الجهة كبيرة واسعة، واحد الهنجار كبير، وعطاهم لك انتايا، وانت غادي ديرهم مثلا في واحد الجهة صغيرة، ها هو تبدل عليهم الجو. مثلا من مدينة لمدينة، كاين اللي كيشري من مدينة ويمشي يبيع في واحد المدينة أخرى. هذوك الناس اللي كيشدوهم في ديك المدينة، كيشدوهم وكيربيهم وما كيصدقولهم، كيقولوا بلي راه هذاك غشنا، هذاك المربي اللي باع لنا راه غشنا. وهي في الحقيقه راه ماشي غش، ولكن هذاك راه الجو ماشي مناسب لهذوك الارانب بتاتا. وثانيا المناعه اللي كيكونوا شادينها من عند المكان اللي كانوا فيه، ماشي هي، ما كتبقاش عندهم المناعه لذاك المكان الجديد. اضافه الى الأدوية كاين اللي كيستعمل واحد الأدوية صافي كيتمشى عليها، مثلا الإبرة ديال الموراجيل، الإبرة ديال السيرو ديال اللي عودتكم عليه الفيديوهات السابقة، السيرو، الإبرة، الفيتامين، نوع ديال الفيتامين. وكذلك ماشي غير النوع ديال الدويات، وإنما النوع ديال السكارين. كاين نوع السكاليم اللي غير كتبدلو على الارانب، كي ما كيبقاوش هما هادو، خصك تعطيهم بالتدريج. المهم كل شركه سمو كانت شنو كتكون دايره. يعني القضيه ماشي ان غادي يكون عندي راس المال صحيح وغادي نمشي وغادي ندخل واحد الدخله صحيحه، لا. انا كنوصي اي مربي ديال الارانب انه يجيب واحد، يبدا بديه يعني بسيطه، حتى الارانب ديالو يولدوا ويشد هذوك الارانب، وهو نيت يستافد منهم ويخرج منهم اناث، ويدير عمليه ديال الاحلال، يبقى يحيد عليه الحوايج اللي غير سميتو غادي ياكلوا على والو، لا هذوك يحيدهم، يبدا يحيد ويدير واحد بحال نقولوا عام ما كاينش الارباح. هي كتجي شويه صعيبه، وفي الحقيقه قليل اللي غادي يصبر لهذه القضيه. ولكن ملي كيكون هاد القضيه كأن النسوات كبرتيهم في نفس الكاج، في نفس المحيط، في نفس الجهه، وخداو اكتسبوا المناعه ديالهم من تما، وخداو الجو اللي غادي يعيشوا فيه، البرد دفات عليهم، الصهد فات عليهم، انت قدرتي انك تنجح بالمشروع مثلا غير عام، صافي غادي تكون متيقن ان هذاك الشيء صافي غادي يصدق. علاش؟ لان الارانب كانوا في نفس المكان، نفس الادويه، نفس الماكله، نفس السكاليم، نفس الطريقه ديال الاكل، نفس الميزان اللي كتعطيهم ديال الاكل، اي حاجه انت يا صافي خليتي واحد النهج ستيل ديالك انت يا خاص بك، تعطيهم واحد اخر يقول لك لا راه غشني، لا انت راك عاطيهم واحد ستيل. بحال اللي بغى شي في الحقيقه، لا شي واحد باغي يبيع الارانب ديالو وكان معقول، وكانوا ديك الارانب صحاح 100%، خاصو يعطي بحال الشكل ديال الكتالوج ديالهم،
يعني منين يعطيهم لواحد اخر يربيهم خصو يعطيه كاع هاد الحوايج هاد، يقول له مثلا اسمه كياكلو، شحال من مره كياكلو، شنو النوع اللي كيضرهم، داك الشيء اللي هو اكتسب فيه تجربه في المكان اللي كانوا فيه الارانب ديالو، يعطي للسيد اللي غادي يبيع له، يعطيه نفس النهج اللي غادي يتمشى عليه. مثلا كانوا في السطح، يقول له اخويا راه هادو كانوا في السطح، كانوا في واحد الجهه مثلا غير في الارض، يقول له هادو راه تربوا في الارض، ماشي لا يعطيه واحد النتوات راهم حاملين غير سير ديهم، ومنين يمشيو تما يتبدل عليهم الجو ويبداو عندهم مشاكل، يبداو يتعصبوا هذوك الارانب لان تبدل عليهم المكان. اذا هذا هو الموضوع ديالنا، واش تربيه الارانب اذا كانوا مشروع ناجح، واش غير طريقه ديال التربيه او راس المال. كاين اللي عنده راس المال كيقول انا عندي الفلوس نشري ندخل ندير مزرعه كاع، لا انا كنوصي اللي في الحقيقه التربيه ديال الارانب خاص مولاهم يكون في الاول صدقوا له وخلاهم في نفس الكاج، وما جابش شي نتوات اخرين جداد من مكان اخر، لا رباهم عنده، يخليهم عنده، يفهم لهم السيستم باش كيتمشاو، كل نتوه عندها الاخر الماكله اللي كتبغي، كيفاش واش كتبقى غير مجموعه في واحد الجهه، واش حيويه، الذكور كذلك، واش الذكر غير جالس، واش حيوي، واش المهم اي واحد على حده، بحال نقولوا الكتالوج ديالو، بحال اللي كتشري شي آلة وكيعطوك معاها واحد الكتاب، هذاك الكتاب فيه شحال من يعني كيفاش كيفية ديال المونتاج، درجة الحرارة، أي حاجة كيعطيوها إلا بغيتي هذاك الجهاز، كيفاش كيفية الاستعمال، هي مود دومبلوا، كيفية الاستعمال كذلك في الأرانب. هذا الموضوع ما عمر شي واحد هضر عليه، ولكن أنا درتو لأن هذا الشيء خديته على عند تجربة. إذا عجبكم الموضوع شاركوا معنا، اللي مازال ما شارك يشارك معنا، مواضيع شيقة، مشاريع مزيانة، خص غير شوية ديال التجربة ومعلومات. وكنشكر كاع الناس اللي كيصيفطونا لي كومونتير من تونس، من الجزائر، من المغرب، من المهم راه مصر كذلك، المهم كاين الناس اللي صيفطوا لنا من الخارج، من الخليج، المهم القناة راه غالية، اكتسبوا دخلوا الفيديوهات واكتسبوا واحد التجربة ومعرفة، المشروع راه مزيان، خص غير شوية ديال الصبر في الأول، ضروري الصبر وشوية ديال الخدمة، ضروري الخدمة، وإن شاء الله ما يكون غير خير إن شاء الله. شاركوا معنا في القناة، تكيو على زر جام كي يصلكم الجديد ديالي، و عفوا تكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي، وساندونا بزر جام باش القناة دعموا القناة وتزيد القدام وقدام إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.